الانجليزي ولا العربي؟ عربي. برحب بالحوار اللي بدأ، لازم يستكمل لأنه ما في مساحات كافية الحوار، مواضيع أساسية مرتبطة ببناء الدولة اللي عندها عدة مقومات، إحدى مقوماتها الاتفاق على حياد لبنان أو تحييده أين كانت التسميات المعتمدة. الأسس الأخرى تطوير السياسة الدفاعية وقدرات لبنان الدفاعية، بناء مؤسسات الفعالة لإدارة الديمقراطية والتنوع في لبنان، وثالثا بناء الدولة المدنية ودولة المواطنة. إنما ركزنا اليوم على الحياد بمشاكله الكبيرة. مظبوط، في بيان معبدة اللي شخصيا أنا وإعلام معبدة اللي شخصيا بأيده، وفي حاجة لتنفيذه بسرعة، إنما في مشاكل. مش كل الأطراف عندها نفس التفهم لمضمونه، ولازم المضمون يترجم بخطوات عملية. في خطوات عملية ممكنة، إنما لازم هذا الحوار يحصل على أسس مرتبطة بمضمون الاتفاق، أي نوع من الحياد اللي نحن نحتاج له بالصراع الدائر بسوريا وعلاقة اللبنانيين فيه، وبأي صراعات مستقبلية. أنا بتأمل أنه هذا النقاش يستكمل، وأن تستكمل مشروع بناء الدولة اللي الوحدة بتقدر حقيقة تحمي استقلال لبنان.